رجعنا معكم مشاهدينا. الأسبوع الماضي حكينا عن تحديد الهوية الجنسية عند الأولاد وعن دور الأهل، واليوم رح نتابع هذا الموضوع طبعا مع الدكتور ريما بيجاني. أهلا وسهلا فيك معنا. برحب فيك كمان ريما. بالحلقة السابقة حكيتي عن نواحي عديدة، ولكن وصلنا للناحية البسيكولوجية النفسية عند الطفل. يا ريت هيك يمكن تعطينا لمحة سريعة عن اللي انحكى الأسبوع الماضي لحتى نتابع. فإذا مثل ما قلنا جمعة الماضي بلشنا، أول شيء في شغلتين كبار هن الهوية الجنسية وهي الشوا بعدين، شو بده ينقل الولد بس يصير مراهق تيكمل حياته الجنسية. بالهوية الجنسية إنه في ثلاث أشياء بتفوت أنجو باللعبة. أول واحدة البيولوجيك، بيخلق صبي أو بنت، في فرق بيناتهم. تاني واحدة إلنا المجتمع، الكومبورتمان، التصرفات بيقولوا له هيدي مسموحة هيدي ممنوعة كصبي وكبنت، هودي تحصيل حاصل إذا بدكم. نعم. تجي البارتي البسيكولوجيك يلي هي أهم واحدة، وفيها بيفوتوا كذا شغلة، لأنه هون هو بده يلعب دوره الولد. يعني اول وحده هو وين بحس حاله مرتاح، باي جروب، مع الصبيان او مع البنات اذا صبي او البنت كمان نفس الشيء. اوكي هون كيف بدي اوصل له بهيدي النقطه بالذات، بفوت كذا خبريه باللعبه. اول وحده تاثير الاهل، اذا بدكم بالشوا سكسويال الاهل ما كثير لهم دور، بس بالايدنتيتي سكسويال يعني هون يعني هي ثالث بارت بفوتوا باللعبه، بس انديركتومون مش بطريقه مباشره. رح نقول لكم كيف. بس في اسالك سؤال، عم نحكي عن اي عمر هون؟ من زيرو بتبلشي، زيرو تخوازون رح اقسم لك اياها. عندك النقطه الفاصله هي المراهقه، البيبرتي، البلوغ. هون ببلش يعرف انه هو عنده حياه جنسيه. نعم. قبل البلوغ ما عنده حياه جنسيه، عنده عوارض، هي مش عوارض اكيد بس بتسميها انه اشياء بتبين عنده، نحن بنفكرها سكسويال، بس الولد بيكون ما بيعرف منا سكسويال. كيف بنقسم ما بين الهويه وبين السكسواليتي؟ وليش فتنا بهذا الموضوع؟ لانه الاهل بالعمر قبل الادوليسانس ببلشوا يعملوا خوف. نعم. انه اذا الولد اهتم بالروز او عمل دانس صبي مثلا او ما لعب اشياء خاصه بالصبيان او لعب بالبوبي مثلا 100% كثير بخافوا، ببلشوا يحطوا افكار براسهم وبينشن هيك تصرفاتهم تنعكس على اولادهم، ونحن بنعملهم فيكساسيون. نعم. من وراء الرياكسيون تبعيتنا، يعني يا منثبتهم يا منثبتهم يا بيخليهم يقطعوا. ليه بدهم يقطعوا؟ لانه هي ديكوفيرت الولد عم يعملها، ديكوفيرت لاي عمر بدها تضل؟ لعمر الخمس سنين. بعد الخمس سنين اذا ثبتت وبطل الديكوفيرت صار عن جد فايت فيها، هون من النقاط اللي بدي اقولها اليوم انه امتى الاهل بصير عندهم كويشن مارك يسالوا انه ليش؟ يعني بعد الخمس سنين، يعني بعدنا بكير هون لازم بعدنا منتبه. بكير بس امتى؟ إذا صارت عنده بالداس أم كاتخ تبع التخوب البسيكياتريك اللي هو المانيوال اللي بيستعملوه كل البسيكياترية بيحطوا لمالادي، بيقولوا لكم إنه في عندك كذا بوان، إذا شفت الولد ماشي فيهم هون بتطرحي علامة استفهام على الإيدنتيتي سكسويال، على هويته الجنسية. أوكي مش فينا نذكرهم هلا دكتور؟ فينا نذكرهم أنتر أوتر مثلا. نعم. الديكوفير تبعته مثلا بحب يلعب بالبوبيات، بصير عنده هالديزير انتونس، يعني بصير مولع. يعني بده البوبي، بيوصل على المدرسه بيروح اوامر وخلص، يعني دودو صارت البوبي، يعني بصير عنده رفض كامل لثاني شغله للسياره والطياره، يعني رفض كامل يعني خارج عن الـ هيك النورمال، يعني الصبيانة 100%. يعني لانه خبركم على البارتي بسيكولوجيك تقلكم كيف بنوصل. شوفوا ثاني نقطه، اذا بدك بيرفض انا صبي او انا بنت، بيرفض في يعملها هيدي بقبل الادوليسانس. اوكي في يعملها بمحل معين، رح اقول لك ليه كمان بيوصل له. نعم. ونقاط ثانيه بنرجع بنحكيهم. خلينا نبلش بالبسيكولوجيك. بين الصفر وثلاث سنين الولد بيكون ريلاسيون اكسكلوزيف افيك ماما، علاقه بينه وبين امه بس، تقريبا حصريه الصبي والبنت. اوكي ليه؟ لانه هي اكيد البي موجود بس بنعتبرها حصريه. على ثلاث سنين ببلش الكومبلكس دوديب عزه، بتعرفوا حكينا عنه الكومبلكس. نعم. دوديب بمحل البنت بتكون اكيد بالانكونسيون بتحب بيا وبدها تضل معه، والصبي بحب امه وبده يضل معه. شو بيعمل على ثلاث سنين؟ الصبي بقص هيدا الاتاشمون على ماما، بيوقفوا انه هذا التعلق بالام وبيروح صوب بيو. نعم. اوكي فاذا هون المرحله كثير هيك مفصليه اذا بدك، يعمل هالبا ويروح صوب بيو. بس هون المرحله عند الولد جدا مهمه، لانه على ثلاث سنين عم بفوت على المدرسه جدا يعني عم ينفصل عن امه، وبنفس الوقت غيرت علاقته مع امه، راح مع بيو ايضا. صح.
مشان هيك وهون بدنا نعرف نتصرف. هون مشان هيك هون وقت تقولوا لي بيناموا حد اهلهم بقول لكم انا لا, لا ما بقى يناموا حد اهلهم. وقت يكونوا كثير معلقين بامهم لا ما يكونوا معلقين هالقد بامهم, لانه هالقد النقطه حساسه عن جد مفصليه. أوكي. وفيها هلا مش عم نقول اوتوماتيكلي رح تسبب لشيء, بس هي من العوامل المعقوله اللي هي الانفلونس بتاثر عليهم لبعدين. اوكي. البنت شو بيصير فيها؟ هي البنت مغرومة ببيها وشايفته مش مصدقة انه الغرام اللي احنا بنعرفه بالمعنى المضبوط. نعم. بس بدون ما تعرف هي انه هذا هو المعنى المضبوط, بس مش بمعنى الصحيح, بس هي مش عارفة اكيد 100%. شو بتعمل هون؟ بتقرر انه كمان هالعلاقة بدها توقف, وبتروح صوب اما دون فاسون تعمل ايدنتيفيكاسيون. بتكون النقطة الاساسية هي هالايدنتيفيكاسيون, تماثل انا بمين بدي اكبر وكون مثل مين. من هيدا العمر ببلشوها. يعني كرمال هيك انت دائما بتذكري انه وجود البي بقلب البيت جدا مهم. جدا فوالا, جدا مهم لاثنين. ثاني بارت ما رح اوقف كثير على كل نقطه, لان كل نقطه لوحدها فيها تاخذ حلقه كامله. ثاني نقطه هي الاوتوريتي, اوقات مركز السلطه. وين السلطه؟ البي لازم يكون حازم بس بنفس الوقت قريب, مش هيك؟ انا بقول ما ضروري تزلزل الدنيا. وإذا البي كان كمان كتير منيح كمان مش منيح. عادة الأمات اللي بيزلزلوا الدنيا والبيات اللي بحطوها على السيلولر ماما نو هلا القلم تيوري مسز نو فوالا. بتعرفوا هي ان سيكولوجي اذا بدكم بالهيك الامور كيف بتمشي عادة, نحن بنقول البي ايجال اوتوريتي, الام ايجال حنان. زمان عادة كانوا اذا يقلبوا الادوار يعملوا ولاد امبيفالونس انه يصيروا ضايعين هلا بنطول بين الامات شوي والبيات, لانه دغري صارين بنخاف كمان. هيدي انا مشكلتي هلا هالايام, هالخوف اللي دغري من بنمرق فيه, وبصيروا هالولاد حاسين شو عم بصير ضايعين عن جد هون ولا هون. صح. مشان هيك انا بقول مش الحال, ممكن الواحد يعرف دوره بس. اذا البي بده هو يغنج ويكون قريب, بس بده يكون فير. ما مش معقول كمان كل شيء المسموح, هيدي حكيناها بالاطفال كثير يعني. كله بتودي لمشاكل غير, مش ضروري يعني تكون هالقد, عشان ما عم بيساعدون بحياتهم بالمستقبل يعني اذا عم يعطون كل شيء على الصغر. 100% صح. وعم نوصل لها, عم نوصل لها كثير, عم يكون مشاكل لانه رحنا من اكستريم لاكستريم. من اهل ما كانوا قبل ابدا يسمعوا الاهل او يعملوا كوميونيكاسيون او انا قلت هيك يعني خلاص, الاهل صايرين كله مباح. مشان هيك مش مقبول. سو هون البي اللي بده يكون حازم وموجود ضروري, والبي اللي كثير منيح مش منيح. يلي كله مسموح و رح اقولها مثل ما هي انه شوي ممسوح مش موجود. اوكي. كمان فيها تاذي الصبي وفيها تاذي البنت. فيها تكون هي بتتمثل ببابا يلي هذا كثير المنيح اكسترا, وتاخذ هالايدنتيفيكاسيون منه. ما رح تلاقي مثله بعدين بالمستقبل. فوالا. وتوقع المشكله 100%, وخاصه اذا كانت الام كثير سافير. ما بقى بتعمل ايدنتيفيكاسيون على الام, بتعمل ايدنتيفيكاسيون على البي. هلا اكيد نحن عم نعطي اكزامبلات هيك راندملي انه عم ننقيهم شو معقول ياثر اسباب على هالايدنتيتي, انه يوصل الولد بنهار من الايام يقول انا ما بدي اكون صبي او ما بدي اكون بنت. وهون المشكله. قد ايه دورنا مهم؟ 100%, لانه انا عم بحكي عن التروبل يلي قلتوا عنه قبل شوي بالدي اس ام 4, هو التروبل المشاكل يلي من بعدها بنوصل لها وبنقشعها, بنقول لازم نروح نشوف بسيكولوج تنساله شو هالمشكله اللي عم نمرق فيها. بس اكيد ما نروح قبل. مشان هيك انا قلت وقتها بنلاقي كثير تعلقهم باشياء مش لالهم, مرقت فتره الديكوفيرت وبعضهم متعلقين. هون الاهل بدهم ينتبهوا بدون بانيك, بس بننتبه نشوف ليش, ليه مرتاح. وهي هي القصة انه انا هذا السؤال الكبير, هيدا السؤال الكبير, ليه الولد بدي يرتاح مع هيدا الجروب, مع هود الالعاب, مع هول الاكتيفيتي, ما بيرتاح ميلة تاني. قبل ما نتابع وردنا اتصال من سيدة, من ام حبت انه توصل لك المساج عبرنا. ريما بتقول انه ابنها عمره 3 سنين بحب يحط حمرة ويلبس سكربيني. عمره 3 سنين قلنا مفصلي. مفصلي اوكي, بس فينا نحدده هلا ولا ما ننطر شوي؟ هلا اول شيء بدنا نوقف هود العادات, لانه اكيد هود العادات ما لازم يكمل فيهم, ما يرتاح فيهم. هي هيدي النقطه. حاسس هو انه مش لك, بس كيف كيف, لانه هون مش هيك سيفال وقت ايه لتطرفه. مثلا قلنا انه ولد مثلا بيحب الوان مثلا مش مفروض, لانه بالسوسيتي مش مفروض يحبها بتقوم لقيامه, لا عادي فينا نعملها. بس انه كمان بدنا نشوف المين جاي ليه بحب يحط حمراء, لانه اكيد بشوف امه بس عم تعمل ميك اب وهي قلناها لوتر فوا. مش مفروض صبي يكون واقف مع امه عم يتفرج عليها عم تعمل ميك اب,
هون بتبلش هي تفصل، مش انه ظهر لبرا ما خصك، بس هي بتبلش تعمل هالبرايفسي انه انا بس كون عم بعمل ميك اب سكر الباب مثلا، اعمل ميك اب لوحدي بمحل معين، مش ضروري تلفت نظر يعني على الموضوع، يعني ما تلفت نظر وبنفس الوقت ما كثير تشدد انه لا مش لإلك. سبحان الله، او لا مثلا سكر الباب او بهالطريقه، يعني ديجا كل شيء ممنوع مرغوب. صحيح. اوكي، بقى اذا انت بتمنعي، وخاصه الولد كتله كيوريوزيتي، حشريه ويلي كثير منيح، لانه انا الولد بلا حشريه لا في شيء غلط. ايه؟ بده يكون عنده هالحشريه تيعرف كل امور الحياه، مشان هيك هون الام بدها تعرف انا كيف عم بتصرف معه، مشان هيك انا بقول له للبي لازم يكون موجود ويروح يفرجيه لعب ثانيه، يشاركوا يحكي هو اياه الامور اللي بيعتبر انه لازم الولد يلعبها. نعم. مع انه انا قلت الولد بده يعمل دانس فيه يعمل دانس، ما في مشكله، ما في مشكله ابدا، انه الاهل فوالا مرافقينه وكل شيء طبيعي. معنا اتصال. أوكي. دكتور، الو. الو، مرحبا. الو، بونسوار. اهلا وسهلا، معك مدام زبيان. يا اهلا وسهلا فيكي مدام. شو سؤالي؟ سؤالي، انا توفى زوجي من 3 سنين تقريبا، الله يرحمه. ميرسي. وعندي صبي عمره 12 سنه، يعني ببريمير افريل بيصيروا 13. نعم. فانا سؤالي لكم انه هل انه انا ما بعرف عم بتصرف انه عم باخذ دور الام والبي، الام والبي مع بعض، فمش عارفه اذا صح او غلط عم بتصرف، مش عارفه، فكيف بدي اتصرف تقريبا بهيك وضع؟ باي موضوع عم بتشككي بتصرفاتك؟ يعني هل انه انا، يعني هلا هو كثير بحبني وكثير انا وياه متفقين مع بعض واصحاب، بس ما بعرف اذا في شيء ناقص لإله ما عم بعمل له اياه. وحيد ابنك؟ ايه وحيد. اوكي، بنتشكر اتصالك مدام، شكرا لك. اوكي، هلا طرح جاوب سريعا، هي شو مين ما انه كيف كانت علاقته الصبي مع بيو، لانه خلص على 12 سنه مبدئيا الايدنتيتي السكسيوال صارت واضحه، هو عم ضل اعيد لانه عن جد العالم بيضيعوا بين ايدنتيتي وبين شوا سكسيوال. ايدنتيتي شو يعني؟ انه انا صبي ولا وعارف حالي صبي ومرتاح مع حالي اني صبي، وانا بنت وعارفه حالي بنت ومرتاحه حالي اني بنت، لانه المشاكل هون بتبلش وقت يكون واحد مش مرتاح مع حاله. سو مبدئيا ابنا للمدام المفروض يكون خلص عرف هويته. نعم. انا شو، واذا مرتاح مع حاله وماشي الحال. هلا للشوا سكسوال هو لإله، انا هون الاهل بقول له ما يتدخلوا، هن بيعرفوا شو بدهم يعملوا، الاولاد بيكتشفوا حالهم، ببلشوا بيقلعوا بيروحوا بالحياه، ونحن بنقول في محل مفصلي تقريبا على 14-15 لحد هالعمر تقريبا بيكون عاملين كلان، بنات مع بعضهم، صبيان مع بعضهم، هون بصير يروح فير لوتر. بس اذا هو حاضر ومرتاح مع حاله بيعمل هيدا البا، هون بنفوت بغير قصص، ثقته بحاله، كيف تصرفاته، اذا البنت رح تظهر معه، اكسترا اكسترا. الان ما تخاف على حالها شو عم تعمل، لانه الدور يلي المفروض يكون لعبه البي هي عم بتكمل، اكيد بتكون حاضره لإله، بتكون عم تسمعه، عم بتساعده، عم بتوجهه بمحل، وبس تكون قريبة منه. هون ما بقى في خوف انه يتأثر فيها مبدئيا، لانه خلص قطع المرحلة اللي بيكون عم بيكون حاله وفكرته عن حاله. اوكي، منتبع مع اتصال اخر. ريما، الو. الو، بونسوار. يا هلا، بونسوار، مين معنا؟ سيزان. بليز بدي اسأل سؤال. ولد صبي بعمر 2-2.5، على طول بيمسك المكنسه والمجرود والفيليده وبضل يمسح. طبعا بساعدك. لأي عمر لازم ننقل؟ ميرسي. يا اهلا وسهلا فيك. لا، منيح حقيقته البدن ما بتشتغل، هو ما عم مش بالجاردوري، ما عم بالبيت، سو بيشوفها عم بتنظف البيت وهيك. فوالا، هلا مش غلط، بس انه فيها توجهه لغير شيء، يعني بوقت هي عم بتنظف فيكون هو قاعد عم يلعب مثلا بشيء، اذا كان البي وصل على البيت يقدر يقعد معه شوي. انا كثير بشدد على هذا الموضوع، انه فينا نعطي اولادنا نص ساعه من وقتنا نقعد معهم، نلعب معهم، نعمل اشياء، ونحن نعرفهم، لانه هن بعد ما بيعرفوا، هن عم الكوبي، يعني احنا شو بنعمل بقلدونا. سو هون بعد ما في مشكله ابدا، بس على الرايق، يعني انه تبلش ايه تبلش ما يضل فيها، يعني انه توجهها على شيء ثاني. على كل حال، هن الاولاد اوتوماتيكلي على عمر 6-7 سنين وقت يعملوا ليكيداسيون ويبلشوا يطلعوا من الايجيب على الاخر، هن بيروحوا خلص بيكون هون تشبع من صوره بيو والبنت من امها، وبصير بدهم يعملوا مثلهم.
ويروح على اللعب الصبيانيه والبنات على الاشياء البناتيه. هيدي بالفي نورمال يلي كيف الديفلوبمان نورمال بيصير. بنرجع بنعيد بهذا العمر اذا لقوا هالسويتش هالتحول ما صار هون كمان انه ينتبهوا وين نحن عم نغلط وين ما وين مش عم ننتبه. يعني امتين لازم يتدخلوا الاهل دكتور؟ هن ما لازم يتدخلوا، هن لازم يراقبوا من بعيد. بس انت عم بتقولي شيء صعب للاهل، خلينا نكون منطقيين. حضرتك يور سايكايتريست فيك تتقبليها، بس اهل يمكن عفاف ام ام حيالله حدا اذا شافوا شيء منه طبيعي قدامهم بدهم يتدخلوا بالنهايه. 100% نقلق قبل نقلق ونسال صح مش صح، بدنا نسال لازم يعني شو لازم يتصرفوا ليكونوا ماشيين على الطريق الصحيح. اول شيء علاقه الام والبي من هون ببلش، بدهم يبينوا الموديل. انا كيف بعرف اذا ماما وبابا بيوصلوا ببوسة بيغمرها ببين لها عن كيف هذا افكسيون، بده يتفرج عليهم وعم بيشوف الاكزامبل. طيب اذا على طول في مشاكل بالبيت، اذا البابا منه منيح على طول بمشاكل وعيط وصريخ واكسترا، بدهم الاولاد ينقصوا، بدهم يعملوا رياكسيون، يمكن يصير كثير اجريسيف، يمكن يصير كثير منطوي، يمكن يروح فير لور. نحن ما فينا ولا اتيود بتقول لك اكزاكتومون هيك بيصير لانه هيك صار. اوكي. هيدي النتيجة إذا هيك صار، بس نحن عم نقول شو العوامل معقول توصل. اوكي فرويد البسيكاناليز، أنا شو بسيكاناليست وفرويد، فرويد بيقول اللي بيدو نحن وصغار ما عنده أوبجيكتيف. يعني ما بتشوف أنا بدي أنغرم بمرة بس أكبر، ما عنده. هي اللي بيدو موجودة بولسيون، بس يكبر بصير عنده أوبجيكتيف. بيعمل هو ديكوفيرت على الاكتشافات وبيعمل وبيتوجه حسب الاكسبيريانسات اللي مارق فيها. هيدي إذا بدك البسيكاناليز. تحديد الهوية الجنسية هي من وراء أمور نفسية؟ صح. أوكي. صح. من بعد ما نكون شلنا البيولوجيك إنه أنا خلقانة كذا، من بعد ما نكون شلنا السوسيال. لا أنا خلقانة بنت، أنا خلقانة شاب. بس في الترانسكسويل اكسترا واللي بيعملوا عمليات وهيك، ليه؟ بيوصلوا بيقولوا لك أنا رجال بجسم بنت. نعم. أو أنا بنت بجسم. مظبوط. هيدا حدا مش عارف هويته الجنسية. شوفوا يعني قبل ما نوصل اذا هوموسيكسويال او هيتروسيكسويال، قبل ما نوصل للسيكسواليتي هيدا موضوع ثاني مختلف تماما. يعني انا في يكون عندي هويه جنسيه معينه وعندي شوا سيكسويال غير، مشان هيك هيدا الشوا سيكسويال بنعمله بعد الادوليسانس ما بنعمله قبل. مشان هيك وقت الام بيكون ابنها عم يلعب بالبوبي مش تسالني ابني رح يطلع جاي، بقول لها مدام مش هون في نقطة مفصلية بدنا ننتبه لها، بس مش يعني إذا لعب البوبي رح يطلع جاي بعدين. أوكي. مش هون كثير بشدد على الموضوع. نعم. بدنا ننتبه إنه تيكون مرتاح مع حاله بالنهاية. أكيد طبعاً. بنعرف نحن عايشين بمجتمع ولا في شخصية في مجتمع في هيدا، مشان هيك ما ننتبه له. معنا اتصال آخر. ألو. ألو بونجور. أهلين. بليز أنا عندي ولد عمره 5 سنين عنده توحد. وعندي ولد عمره 10 اشهر، ثقبت انه انا تركت برا وجيت عايشه بلبنان لحالي كرمال ابني، فمثاقبه انه انا عم نام انا وياهم بنفس الروم لانه ما قادره انه يكون عندي برايفت روم لهم. اوكي. سو هذا الشيء حيأثر عليهم مثل ما عم تحكي ولا شو بس حضرتك عندك كيس بقلب البيت؟ ايه انا عندي كيس واوريدي نحن بكل عطله عم نسافر نرجع كرمال انه البي يشارك معنا، وعم نضلنا مثلا على التليفون معه وبشارك معهم بكل شيء، بيتدخل بكل التفاصيل. بس انه انا صرت محتاره هلا لانه قلت دور البي كثير كثير مهم. السايكاتريست اللي عم تابع معها بتقول لي انه لازم يشوف ابنه 6 مرات بالسنه. نعم. سو ما بعرف. هلا بتريح لك عليه، ما تعت عليها. شكرا لاتصالك مدام، شكرا لك. نحن عايشين بعالم اكيد ما بدنا كثير كمان نربط حالنا بالتيوري، ما في شيء اسمه تيوريك بنمشي عليه ا بي ا ان بلس ان ايجال دو، ما في شيء هيك. اول وحده ضروري يكون البي موجود، في يكون موجود جسديا، في يكون موجود مورالمان، يعني في يكون بغير عالم بغير منطقه بغير بلد، بس عم بيتابعهم، عم بيتابع امورهم اليوميه في سكايب خاصه هالايام، وعم نذكر اسمه للبي وعم نذكر مثلا اذا قال لها بدي اعمل شيء بتقول له بتعرف هذا الشيء شوي بتخطيني، بركي بسال داتا شو اذا شو بيجاوب. هيدي وقت اقول البي موجود، مش انه اذا شافه 6 مرات او 5 مرات، هي بده يكون حاضر بحياته اليوميه، متابع بشدد يوميه 100%.
وتليفون دقيقة دقيقتين بيكون كثير منيح تيعوض هيدا العدم الوجود، تيحكي معه تيخبره اليوم بالمدرسة صار معي كذا صار معي كذا. هلا المدام انه ابنها عنده اوتيست فوالا، بدنا نشوف اول شيء قد ايه سيفير، لانه بتعرفي صار في ليفل، بطلنا انفون اوتيست هيك، صار في ليفل، صار في يروح على المدرسة او صار في نعمل انتجراسيون، صار في يروحوا سيني بتعرفوا رسامات صاروا ايه خصصوا لهم يكون الضوء ضوء والصوت واطي اكسترا، سو بطلنا صرنا نعرف نشتغل معه اذا بدك. كمان بدها تعوضه يكون قريب من بيه بهيدي الطريقه، اوكي؟ هيدي تنحل قصه البي، في يكون موجود بحيالله طريقه. اوكي، النومي بده يكون انفولف بحياتهم. النومي انا اكيد ضد. أوكي. لانه هيدي اللي بتعمل هيدا الاتاشما، يعني هيدي ما بقى الولد فيه يفصل، ايه ببطل فيه يعمل هديتا شمال، احنا لما نعمل بده يعمله على 3 سنين بتصير صعب عليه، تنقول بس صعب، رح نقول شيء ثاني. بعدين في شخصيته بدها تتكون، بعدين هالايدنتيفيكاسيون، يعني بيفوت كذا شغله بالقصه. اذا قادره تتركهم هن بالاوضه وهي تنام غير محل بيكون منيح، اذا لا ولا بد انه بدها تضل بنفس الاوضه هي وياه هون، بدها تشوف تلاقي طريقه انه بركي يمكن تفصل بالنص. اوكي، هي كمان عم تعلمهم في بريفي تبعيتهم، خصوصياتهم وخصوصياتها. يمكن ولو بنفس الغرفه ريما، اذا فينا نقول خصوصياتها ما تكون واضحه هالقد، هيدي يعني اكيد يعني بيجامات اندروير، هودا انا كثير بشدد عليهم، عمليه انه نغير ثيابنا ونغير ملابسنا، هيدي القصه هيدي مي انا هيدي حكي عنهم كذا مره صح، وانا بضل شدد عليها لانه من هون بنبلش نعوضهم. اول شيء الايدنتيفيكاسيون على شو عم نشوف قدامنا، وغير اشياء واشياء هي بتساعدهم بحياتهم بعدين. نعم. للاولاد. ريما بجاني نحن دائما متشكريك، اهلا وسهلا فيك، واكيد نحن رح نتابع نفس الموضوع الاسبوع المقبل ولا رح ننتقل لموضوع جديد لموضوع جديد. الله رد، اهلا وسهلا فيك ريما.